موجز لأهم الأنباء من قناة النبأ، أهلا بكم. أكد مصدر محلي من طبرق استقبال أعيان من قبيلة العبيدات لعميد بلدية طبرق الناجي مازق بمطار المدينة. المصدر قال في اتصال مع النبأ إن عميد البلدية سيمارس مهامه اعتبارا من يوم غد الخميس بشكل طبيعي. وكان وكيل وزارة الداخلية بالحكومة المؤقتة أصدر في 15 من هذا الشهر مذكرة توقيف بحق عميد بلدية طبرق الناجي مازق أثناء وجوده في العاصمة طرابلس. وتأتي المذكرة على خلفية تعامل عميد بلدية طبرق مع الحكومة المؤقتة المقترحة. دعا رئيس المجلس الرئاسي المقترح فايز السراج محافظي مصرف ليبيا المركزي بطرابلس والبيضاء لعقد اجتماع عاجل الأسبوع المقبل لمجلس إدارة المصرف لاتخاذ تدابير وإجراءات عملية لتوحيده. وشدد السراج في بيان له الأربعاء أن الاجتماع سيبحث وضع سياسة نقدية واضحة لمعالجة سعر الصرف وأزمة السيولة لإعادة الثقة بين النظام المصرفي. ودعا السراج الطرفين للارتقاء إلى مستوى المسؤولية الوطنية والابتعاد عن الخلافات السياسية التي تعرقل تجاوز الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد. دعا رئيس المجلس الرئاسي المقترح أو وصف عفوا المبعوث الخاص للأمين العام لجامعة الدول العربية إلى ليبيا صلاح الدين الجمالي قبول مجلس النواب لمقترح السلامة بالخطوة الجيدة ما لم يجري الإسراع فيها والضغط على الأطراف لإنهاء الأزمة. وأضاف الجمالي في تصريح لقناة النبأ الأربعاء أن هناك إصرارا من البعثة الأممية لإنجاح العملية السياسية نافيا وجود خلافات جوهرية بين الأطراف. وشدد المبعوث العربي على ضرورة أخذ الجسمين بزمام المبادرة لتحقيق التوافق بينهما على أن يتاح الوقت الكافي للتحاور والتوافق بين الأطراف. ختام الموجز، إلى اللقاء.